صباح الخير مشاهدينا، وصباح جديد من صباحات الشارقة المميزة. نرحب فيكم وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الصباحي اليوم، اللي يتواصل معكم ما عدا يوم الجمعة في تمام الساعة 10 وحتى الساعة 11:30. مشاهدينا، من خلال مشوارنا الصباحي ومن خلال هذه الساعة والنصف نتعرف على مجموعة من المواضيع والفقرات والأخبار المحلية والعالمية والأخبار الخفيفة والمنوعة، وعدد من الضيوف اللي دائما يشرفونا في استوديو صباح الشارقة حتى يحدثونا عن مواضيع مختلفة. في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أني أرحب بزميلي محمد. صباح الخير يا محمد. صباح الخير رشا، وصباح الخير مشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. نبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام بعناوين المتعودين عليها في صباح الشارقة، من خلالها راح نتابع تفاصيل هذه الحلقة من خلال هذه العناوين. هذه عناوين فقراتنا، إن شاء الله رح نتعرف عليها بالتفصيل من خلال مشوارنا الصباحي مشاهدينا. أيضا لكل الأشخاص الحابين هم يتواصلون معنا، بالإمكان التواصل عن طريق أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج من داخل ومن خارج الدولة. أيضا بالإمكان التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الفيسبوك، لتويتر، إيميل البرنامج، موقع الأونلاين، أكاونت إنستغرام، وأيضا من خلال اليوتيوب بإمكانكم متابعة كل الحلقات الخاصة ببرنامج صباح الشارقة وكافة البرامج التي تعرض على مؤسسة الشارقة للإعلام. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ معكم أخبارنا لهذا اليوم. طبعا كما هو معروف برنامجنا دائما يبدأ بالأخبار المحلية، وإن شاء الله بعد الفاصل ننتقل لأخبارنا المتنوعة. أول خبر رشا يقول: حاكم الشارقة يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة أمس بمكتب سمو الحاكم سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له. واطلع سموه من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي على سير العمل في هذه المشاريع، ومنها مشروع مستشفى زايد العسكري فرع مليحة، ومشروع المدرسة الثانوية العسكرية بمنطقة وشاح بإمارة الشارقة. واستمع سموه لشرح عن مشروع المدرسة الثانوية العسكرية والخدمات التي توفرها لطلبتها الملتحقين والطاقة الاستيعابية للمدرسة، التي من المتوقع أن يتم إنجازها في نهاية عام 2015 وتستقبل طلبتها من مراحل التعليم المتوسط والثانوي، حيث روعي في مشروع المدرسة العسكرية توفير أفضل مقومات التنشئة العسكرية وتهيئتهم التهيئة الصحيحة كي يكونوا حماة للوطن وترابه. إذا مشاهدينا هذا كان خبرنا الأول، ننتقل معكم نتعرف على خبرنا الثاني. وخبرنا الثاني لليوم بعنوان: حاكم الشارقة يستقبل سفير جمهورية فرنسا. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس بمكتب سمو الحاكم سعادة ميشيل ميرايي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة. يرافقه إيريك جيروتيلم قنصل عام جمهورية فرنسا بالدولة. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل لقائه بسفير الجمهورية الفرنسية، متمنيا له التوفيق والنجاح في تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة والتي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية فرنسا. وتبادل سموه الأحاديث الودية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث مجالات التعاون المشتركة وسبل تعزيزها. أيضا مشاهدينا الكرام، ننتقل لخبر آخر بعنوان: الشارقة للكتاب يختتم مشاركتها الناجحة
في إكسبو أمريكا. اختتم معرض الشارقة الدولي للكتاب مشاركتها الناجحة في معرض إكسبو أمريكا الدولي للكتاب، أكبر معرض للكتب في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أقيم بمدينة نيويورك خلال الفترة من 28 إلى 31 من مايو الماضي. وشارك المعرض في 3 حلقات نقاشية تناولت الأولى موضوع دور المحررين في الترجمة، فيما خصصت الحلقة النقاشية الثانية لموضوع التمويل وعلاقته بدعم ترجمة الكتب، في حين خصصت الحلقة النقاشية الثالثة للتعريف بمنحة الترجمة التي أطلقها المعرض والمدعومة من حكومة الشارقة. إذن يعني الشارقة للكتاب مشاهدينا الكرام يختتم هذه المشاركة التي وصفت بالناجحة في إكسبو أمريكا، التي نفس ما قلنا مشاهدينا الكرام كان في مدينة نيويورك. يعني أهمية معرض الشارقة للكتاب والمشاركة في مثل يعني هذه المؤتمرات العالمية التي تخدم أيضا المعرض وتسوق له وأيضا إمارة الشارقة، من خلال يعني هذه المشاركات سوف يستفاد من يعني الدور المشاركة، من يعني الخبرات الكبيرة التي تشارك فيها هذه الدول أيضا في مثل هذا المعرض الذي يعني يوصف بأنه أكبر معرض للكتاب في الولايات المتحدة. أيضا عملية استقطاب الكتب وشراء العناوين الموجودة في هذه الدول، بالإضافة إلى ذلك المشاركات العالمية اللي بالتحديد راح تخدم معرض الكتاب وأيضا تخدم الكتاب بشكل كبير. نعم، يعني معرض الشارق الدولي للكتاب له مشاركات عديدة في عدد كبير من الدول التي تقيم يعني معارض خاصة بالكتب. مثل ما ذكرت، هذا المعرض اللي مقام في أمريكا هو من أهم معارض الكتب اللي تقام على مستوى العالم. كان التركيز بشكل كبير في هذا المعرض على موضوع الترجمة. لما نتكلم عن الترجمة يعني نتكلم عن مثلا مكتبتنا العربية اللي غنية بعدد كبير من المؤلفات اللي تستحق أن تترجم إلى يعني لغات عديدة وأن يعني تنتشر في كافة البلدان. أيضا هناك ترجمة تكون من المؤلفات المكتوبة بغير اللغة العربية ويتم ترجمتها للغة العربية حتى يتم يعني توزيعها في الدول العربية. لذلك يعني الترجمة لها دور كبير في عملية يعني نشر الثقافة ونشر مثل هذه المؤلفات اللي تتحدث عن مختلف المجالات. لذلك دائما تكون يعني مشاركات معرض الشارقة الدولي للكتاب في كافة المعارض في مختلف البلدان دائما تكون يعني مشاركة مميزة ودائما تترك هذه البصمة الخاصة فيهم. صحيح، ولا أهداف الخاصة. صحيح. إذن مشاهدينا، من خبرنا اللي يتحدث عن معرض الشارقة الدولي للكتاب ننتقل ونتحدث عن خبر آخر، وهذا الخبر بعنوان جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تفتح باب الترشح لدورتها 7 لعام 2015. فتحت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر باب الترشح لفئاتها 5 في دورتها 7 اعتبارا من اليوم وحتى 30 من شهر أكتوبر القادم. وتشمل هذه الفئات فئة الشخصية المتميزة وفئة أفضل مشروع تنموي وفئة أفضل تقنية متميزة وفئة المنتجين المتميزين وفئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور. وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ورئيس مجلس أمناء الجائزة وجه بإتاحة المجال أمام كافة المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين والمختصين ومحبي هذه الشجرة، شجرة نخيل التمر، حول العالم للتقدم بطلباتها للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة 5. أيضا مشاهدين الكرام ننتقل لخبر آخر بعنوان مواصلات الإمارات تبرم مذكرة تفاهم مع ريفا الشرق الأوسط. أبرمت مواصلات الإمارات أمس مذكرة تفاهم مع أريفا الشرق الأوسط، أحد أكبر مشغلي المواصلات العامة والنقل في العالم، بشأن تأسيس علاقة تعاون وشراكة متطورة تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الطرفين في مجال النقل والمواصلات والخدمات المستدامة. وأكد سعادة محمد الجرمن أن توقيع المذكرة يعزز جهودها الرامية لبناء العلاقات الاستراتيجية مع إحدى أكبر مشغلي المواصلات العامة والنقل في العالم، ويساهم في تكامل الجهود لتحقيق أفضل أداء في مجال النقل المستدام، وبما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 وتوجهات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية للدولة. وسيتم بموجب المذكرة التعاون
في مجال تبادل المعارف وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل المؤسسي ودراسة تنفيذ مشاريع مستقبلية مشتركة في قطاع المواصلات العامة وإدارة خدمات المواصلات للفعاليات الكبرى. إذن مشاهدين الكرام، نفس ما ذكرنا في الخبر، مواصلة الإمارات تبرم يعني هذه أو مذكرة التفاهم مع أريفا الشرق الأوسط للنقل والمواصلات. مثل هذه الاتفاقيات يعني بشكل كبير تخدم يعني الدولة بشكل عام، خصوصا عملية النقل والمواصلات، عملية الازدحام والتقليل من الازدحام، عملية النقل العام والمشترك اللي المفروض متواجد في أي دولة فيها مجموعة كبيرة من السكان مقارنة بمساحة هذه الدولة. المفروض تكون هناك اتفاقيات مع يعني جهات عالمية مختلفة. اليوم نفس ما شفنا مواصلات الإمارات اللي لها دور كبير في عملية توفير يعني هذه الخدمات للمواطنين للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا الخدمات المميزة التي تقدمها. مثل هذه الاتفاقية راح أعتقد تخدمهم وتخدم الدولة بشكل كبير. نعم، يعني ومن يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد يلمس هذا التطور. صحيح. اللي نحن نعيشه فيما يخص مجال يعني المواصلات، التطور كبير طرأ على يعني هذا المجال. موضوع المواصلات العامة يعني يهم فئة كبيرة من الأشخاص اللي يعني يمكن دائما يتجهون للمواصلات العامة كوسيلة نقل أساسية، بالرغم من أن يعني الآن نشوف أن في كل عائلة صار عندهم يعني سيارة وسيارتين، لكن في فئات معينة تهتم أكثر بموضوع المواصلات العامة. حتى الحين صار في توجه من الأشخاص وهذه التوعية بأهمية المواصلات العامة ودورها الكبير في عملية تخفيف الازدحام. هذه النقطة. النقطة الثانية، لما نتكلم عن المواصلات العامة نتكلم عن مواصلات يعني مجهزة بأرقى يعني التقنيات وأرقى الخدمات، سواء كانت يمكن الباصات أو حتى التكاسي. أيضا عندنا يمكن المترو، يعني عندنا في تنوع كبير. صحيح. في مجال المواصلات العامة. حتى ما ننسى التاكسي النسائي، التاكسي الخاص. صحيح. بالنساء يعني الوردي. هذا أيضا مريح جدا للنساء. صحيح. وغيرها. فنحن أكيد نتوجه بالشكر لمواصلات الإمارات على كل هذه يعني الجهود الجبارة فيما يخص يعني التطوير المستمر لمجال خدمات المواصلات العامة. أيضا التوحيد يعني العملة في مثل هذه المواصلات جميل جدا، خصوصا من خلال العدادات الموجودة. الآن حتى الراكب بإمكانه أن يقيس المسافة ويقيس يعني المبلغ اللي يدفعه بأمان ويسر، وهذا ممكن مش موجود في كثير من الدول يعني العالمية. بالإضافة لذلك الخدمات الموجودة في مثل هذه المواصلات، اليوم نشاهد شاشات التلفاز موجودة، الإنترنت بشكل عام، الواي فاي، بإمكان الواحد أن يستمتع حتى وهو يتنقل في مثل هذه المواصلات. أيضا يعني تكلمنا في خبر من الأخبار في برنامج صباح شارجة عن حجز التذاكر في الطائرات، أيضا الاستعلام عن مواعيد السفر، أيضا الدخول إلى الإنترنت بشكل عام. هذه من الميزات يعني اللي توفرها. بالإضافة لذلك يعني الإمكانيات الحديثة المتواجدة، يعني اليوم ممكن بصعوبة تجد يعني ممكن سيارة أو تاكسي أو مواصلات عامة يعني سنة صنعها متأخرة، تجدها دائما حديثة جدا، بحيث أن الواحد حتى يستمتع بركوبها. صحيح صحيح. إذا مشاهدينا من هذه الأخبار وهي أخبارنا المحلية ننتقل لحالة الطقس. خلونا نتعرف أكثر عن حالة الطقس لليوم. توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وقد تنشط أحيانا ظهرا مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية، كما تزداد الرطوبة نسبيا ليلا على بعض المناطق الساحلية. الرياح مشاهدين جنوبية شرقية جنوبية غربية من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة خلال الصباح وآخر الليل، وتكون غربية شمالية غربية من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة بعد الظهر والمساء. البحر خفيف إلى متوسط ويبلغ ارتفاع الموج ما بين قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى 3.4 أقدام بالعمق، ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة 4:49 دقيقة مساء، وأدنى مستوى للجزر عند الساعة 9:54 دقيقة صباحا، وفي التمام الساعة 9:22 دقيقة مساء
هذا والله أعلم. وهذه كانت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل فيما يخص حالة الطقس لليوم. إذن مشاهدين يعني كما هي العادة في صباح الشارقة أن تكون زميلتنا عليا المنصوري دائما موجودة في سوق من أسواق إمارة الشارقة. اليوم زميلتنا عليا موجودة في سوق الذهب حتى تعرفنا عن أسعار الذهب بالتفصيل. فيعطيك ألف عافية زميلتنا عليا وصباح الخير. أحلى صباح عليكم متابعي صباح الشارقة وعليكم يا محمد ورشا. طبعا اليوم من سوق أسواق الذهب الموجودة في السوق المركزي في الشارقة نتعرف مع بعض على أسعار الذهب لليوم إلى جانب الموديلات الجديدة الموجودة. ومن هذا المحل بنبدأ وبنشوف الأنواع. السلام عليكم. السلام. شو الموديلات الجديدة اللي عندك؟ جديد؟ موديلات. أروني واحد يبقى أشوف هذا الوردي. لا وردي. هي أشوف تراونية. طبعا مشاهدينا اليوم عيار 18 بالجرام ب 118.25. هذا كم جرام؟ هذا كم سعره قصدي؟ 46 جرام. 46 جرام عيار كم هذا؟ 22. نشوف كم سعره هاي القطعه؟ عيار 22 اليوم ب 142.75. نشوف مع بعض هالقطعه كم سعرها؟ الموديلات اللي عندك مال وين هني؟ نعم هذا يجي 7700. الموديلات اللي عندك هني موديلات شو؟ هندية خليجية إيطا؟ هاي موديل بحريني. أشوف ثاوين الموديل الهندي واحد من الموديلات. نشوف الموديلات الهندية الموجودة في هذا المحل. انزل هذا عيار كم؟ 22. هذا عيار 22. انزين الموديلات ثانية عندك إيطالي أو شيء؟ ذهب أبيض عندك صح؟ ذهب أبيض؟ انزين هذا ذهب أبيض هني؟ انزين راوني موديل واحد أشوف هذا الثاني واحد؟ نشوف مع بعض كم سعرها القطعة؟ هذا يجي 68 جرام فوق يجي 68 جرام. كم سعره تقريبا؟ هذا يجي 9,058 بالنسبة لهذه القطعة. مشاهدين ننتقل لمحل ثاني ونتعرف مع بعض على أسعار الذهب. مشاهدين طبعا بسؤال يحول أسعار الذهب عند بعض المحلات خبروني أن أسعار الذهب لهذا الأسبوع نازلة مقارنة بالأسبوع اللي طاف. فإذا حابين تشترون ذهب توجهوا للسوق هذا الأسبوع بما أن الأسعار نازلة. نشوف محل ثاني ونتعرف مع بعض على موديلات مختلفة من الذهب الموجودة في السوق المركزي. نشوف هذا المحل ونتعرف على الأنواع الموجودة عندنا. نبدأ في هذه الجهة من المحل ونشوف شو عندنا من الموديلات. طبعا في هذا الجانب عندنا الموديلات الهندية شفناها في المحل السابق فبننتقل لموديلات مختلفة عشان نعرف أسعارها. السلام عليكم. تراوني هذا بحريني. هاي ديزاين بحريني. بحريني. عيار كم هاي؟ هذا بحيث وصلين. عيار 21. تراوينا كم سعرها هاي؟ نتعرف مع بعض على سعرها. طبعا هالموديلات وايد درجة في العديد من لا هاي اللي قدام هاي الثانية واحدة. هالموديلات وايد درجة في المحلات. هي انزين فنشوف كم سعرها تقريبا؟ نشوف مع بعض. ٣٣ جرام. عيار كم؟ هذا 21. عيار 21 واليوم سعره 136.75 بالنسبة لعيار 21 اليوم. هذا صار يجي 9,300. هذه القطعة سعرها 9,300 من عيار 21. نشوف مع بعض موديلات ثانية. خذ هذا. نشوف موديلات ثانية موجودة في هذا المحل. عندك موديلات إيطالية؟ إيطالي موديل. تراوينا الموديلات الإيطالية اللي عندك؟ تعرف عليها؟ في هالجهة ولا الجهة الثانية؟ هني الموديلات الإيطالية اللي موجودين في هذا الجانب كلهم موديلات إيطالية. شو آخر قطعة نزلت عندك راونيها؟ شوف هذا. هذا من الموديلات الإيطالية عيار كم؟ هذا 18. عيار 18 تقريبا كم سعرها؟ وزنها موجود مكتوب فبس بنشوف 26 جرام فمتعرف على سعرها؟ هي. نشوف
هذا يجي 4000. 4000 درهم. الموديلات اللي هني هاي شو تركية؟ إيه. زين. نشوف القطعة الكبيرة. هي. أول موديل هذا. يعني هذا موديل قديم من الموديلات التركية، بس هاي قطعة جديدة نازلة الحين. هاي قطعة جديدة. زين تقريبا كم سعرها؟ هذا أوكسيدايز جويلري. أوكسيدايز جويلري. أوكسيدايز؟ شو يعني؟ جويلري. إنزين نشوف مع بعض كم سعرها تقريبا هاي؟ هذا ميزان 365. هاي القطعة كاملة ب 365 على الميزان، يعني 365 جرام. كم سعرها؟ هذا تقريبا تجي 65000. 65000 بالنسبة حق هذا الموديل التركي. الموديلات اللي هني عندك هاي هاي من عيار 21 و 22 بالنسبة حق هذه الموديلات. عندك موديلات خليجية تراديشنال تراثية. الخليجية في الجانب الثاني من المحل، شفنا موديلات الهندية والإيطالية والتركية. ننتقل للموديلات الخليجية اللي فيها أشياء مميزة من ناحية الألوان وحتى التصاميم اللي تكون شوية بارزة. السلام عليكم. مالك السلام، كيف حالك؟ انزين تاوينا هاي الموديلات عندك خليجية صح؟ السوق المال بحرين. انزين هاي موديلات بحرينية. انزين تاوينا قطعة نشوف هاي القطعة أول وحدة عشان نعرف سعرها مع بعض. عيار كم هاي؟ هذيك عيار 21 واحد جرام 163 درهم. 100 و عيار عيار 21 كم سعرها تقريبا هالقطعه؟ 21500. 21500 بالنسبه لهذه القطعه. نشوف هني الموديلات الثانيه. هاي الموديلات اللي هني الموديلات شو بالضبط؟ هذا مال كويتي. كويتي ذهب كويتي. نشوف هذا الموديل. تراويني بعد الموديل الثاني هذاك اللي هنا. لا اليمه. خلنا نشوف نستعرض بعض الموديلات الكويتية الجديدة النازلة في السوق. تراويني بعد موديل ثاني. أشوف هذا. نشوف هذه بعض الموديلات الكويتية. عيار كم هذه؟ شغل سعودي هذا. الشغل سعودي عيار 21. إنزين نشوف هالقطعة كم سعرها تقريبا؟ هذا سعر فيه تقريبا 16800 درهم. 16800. المصنعية مالها تقريبا؟ المصنعية تقريبا 20 درهم يعني سعودية. المصنعية 20 درهم. بما أن القطعة هنا عندنا سعودية، هنا الموديلات اللي عندك شو أنواع؟ هذه تركي موديل فيني. هنا عندنا بعد موديلات تركية. هذه تركية موديل. إنزين وأي واحد آخر واحد نازل؟ نازل فيه تقريبا هني ألف كرة فيه تقريبا 7700 درهم يجي. 7700. بالنسبة حق هذا الموديل من آخر موديلات تركية النازلة في السوق. زين طبعا مشاهدينا هاي جولتنا كانت اليوم في سوق الذهب. تعرفنا على اسعار الذهب. الذهب نازل هذا الاسبوع. ننصحكم بزياره السوق ونرجع الحين مع بعض لاستديو صباح الشارقه. حياكم الله مشاهدينا من جديد ومستمرين معكم في صباح الشارقة. نشكر زميلتنا عليا المنصور اللي كانت متواجدة اليوم في سوق الذهب. يعني في معلومة تقول إن بورصة الذهب في لندن راح تسجل أقوى انخفاض لها يعني خلال مدة الخمس سنوات خلال هذا الأسبوع. يعني الأشخاص المهتمين بشراء الذهب بإمكانهم استغلال هذه الفرصة لشراء الذهب. أكيد راح تكون يعني الأسعار جيدة نوعا ما مثل ما ذكرنا لأنه راح يكون هناك انخفاض. ذكرت عليا الأسعار. أنا سجلت الذهب العيار 21 سعر الجرام 136.75 وعيار 22 147.75. عيار 18 ما سجلته. فبالتالي مثل ما ذكرنا فرصة أكيد للتوجه لسوق الذهب. مثل ما نعرف أنه يعني بالتحديد السوق المركزي أو السوق الإسلامي اللي يختص بالذهب عنده يعني عدد كبير من التشكيلات المميزة. فبالتالي هذه يعني التشكيلات راح ترضي كافة الأذواق وكل الأشخاص اللي حابين أنهم يتعرفون على المزيد من هذه الديزاينات بإمكانهم أكيد التوجه لسوق الذهب. إذن مشاهدينا الكرام نذهب لفاصل. بعد الفاصل إن شاء الله يكون مستمر معكم في أخبارنا المتنوعة. حياكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمر معكم في صباح الشرق. يعني
نشود أغنية جميلة جدا صحيح. سمعناها يعني اليوم نسمعها بطريقة جميلة عن طريق المنشد الرائع إبراهيم، يعني هذا الفتى الجميل جدا اللي استضفناه في صباح الشارجة أكثر من مرة، ونشاهده ما شاء الله في كل مؤسسة إعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دائما يقدم الأناشيد الجميلة الوطنية وحتى التي تخدم الأطفال والتي تشارك كثيرا في الخدمات المجتمعية والتي تخدم الدولة بشكل كبير، بالإضافة لذلك عن الكلمات الجميلة للشاعر علي الخوار اللي يعني هذه الأغنية اللي يعني الكل من يسمعها يعني والله العظيم يتأثر بها صحيح. خصوصا إذا يعني أنشدها أو غناها طفل بهذا الإحساس وحتى هذا الإخراج الجميل، وأعتقد يعني نحن في برنامج صباح الشارجة أيضا نحاول أن نواكب أو ننقل هذه الأغاني الحصرية على مؤسسة الشارقة للإعلام. طيب مشاهدين الكرام ننتقل، أنا ما أعرف رشا ليش تضحك اليوم، طيب ننتقل ل ننتقل لخبر آخر. طيب محمد ثناء اليوم مريض، محمد يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله ما فيك إلا الخير محمد. طيب مشاهدين الكرام ننتقل ل أول خبر من أخبارنا المتنوعة لهذا اليوم بعنوان إعادة نمو الأسنان عن طريق الليزر. يقول الخبر توصل العلماء إلى تقنية لإصلاح الأسنان، يقولون أن هذه التقنية المبنية على استخدام ضوء الليزر لتحفيز الخلايا الجذعية للجسم على العمل ربما تقدم وعدا كبيرا يتجاوز طب الأسنان في مجال الطب الجديد. واستخدم الباحثون ليزر منخفض القدرة لانتزاع الخلايا الجذعية الموجودة في علاج السن، وهو النسيج الصلب الذي يشبه العظام ويتكون منه معظم السن. ويقول الباحثون أنهم لم يجددوا السن بالكامل لأن الجزء المكون للمينا كان دقيقا جدا، لكن الحصول على علاج السن فقط لإنمائه قد يساعد على تقليل الحاجة إلى علاج قناة الجذر، وهو إجراء مؤلم لنزع النسيج العصبي الميت أو الذي هو في طريقه للموت، بالإضافة إلى إزالة بكتيريا من داخل السن. وقال برايفن أرني من المعهد الوطني لأبحاث الأسنان والجمجمة وهو جزء من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية الجمعة، أنا طبيب أسنان بالتدريب، لذا أعتقد أنه يمكن أن يكون ذو تأثير عظيم في طب الأسنان السريري. وأعرب أرني عن أمله في أن تحصل التجارب السريرية البشرية على المصادقة في المستقبل القريب. إذن بما يخص الأسنان أعتقد يعني اللي يعاني من الأسنان ممكن هذا الاختراع البسيط راح يخفف. اختراع يخص ألم الأسنان. ليش؟ لأنه صعب. صحيح. وجع الأسنان ما في أصعب منه. خصوصاً يعني لما تكلموا عملية العصب. العصب. يعني إزالة صحيح. العصب والجلسات المتكررة، لكن الآن في ابتكارات جميلة في 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 علم الأعصاب أنه ممكن بإمكان الشخص بدل ما يروح جلسة أو جلستين أو ثلاثة وحتى تمتد في كثير من الأحيان إلى أربع جلسات وخمسة، ممكن من خلال جلسة واحدة ساعتين ونص بإمكان أن يعني يزاح العصب وأيضا يتم حفر السن ووضع القالب، وهذه التطورات اللي نشهدها في عالم يعني الطب وما يخص طبعا. الأسنان وإحنا نعاني بشكل كبير، يمكن من أكثر يعني المشاكل اللي نعاني منها آلام المعدة وأيضا آلام الأسنان بحكم أن الأكل بشكل يومي، أيضا عملية عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان من المسببات صحيح. الكثيرة لهذا. محمد الخبر يعني تكلم عن موضوع الخلايا الجذعية الحين مشاهدينا قلنا نشوف توجه كبير وتركيز كبير وأيضا تسليط ضوء على موضوع الخلايا الجذعية، هذه الخلايا المستخدمة في علاج عدد كبير من الأمراض، واللي تم إجراء أكيد أبحاث عديدة عن هذه الخلايا. اللي نعرفه أكيد عن الخلايا الجذعية مثل ما درسناها إن هي خلايا غير متخصصة ولكنها قادرة على التخصص إذا ما وضعت في أي يعني خلية أو عضو في جسم الإنسان، لها قدرة على يمكن الشفاء من مرض السكري، وهذه يعني الدراسات اللي سمعناها في الفترة الأخيرة اللي تخص مرض السكري إن بمجرد ما يأخذون خلايا جذعية من الشخص نفسه المصاب بهذا المرض، وطبعا يأخذونها من نخاع العظم وبعدها يبصرونها ويأخذون هذه الخلايا الجذعية ويتم زرعها في البنكرياس، شافوا نتائج مذهلة لكل الأشخاص المصابين في مرض السكري. فعالية هذه الخلايا في مرض السكري يعني كانت يعني النتائج مذهلة بشكل كبير، لكن القدرة على الشفاء في أمراض أخرى ما كانت ناجحة. وأيضاً محمد ما ننسى أن في بنوك خاصة للخلايا الجذعية، يعني الطفل أول ما يولد يأخذون
المشيمة، ويتم استخراج الخلايا الجذعية وتحفظ في بنوك، هذه أكيد موجودة في بعض الدول، أتوقع أنها موجودة أيضا في مدينة دبي. إذا مشاهدينا من هذا الخبر وخبرنا الأول ننتقل لخبرنا الثاني، نتحدث عن طائرة، وهذه الطائرة تم ابتكارها، والخبر بعنوان ابتكار طائرة ألمانية قادرة على الإقلاع والهبوط بإيحاء من قبطانها. ابتكر علماء من ألمانيا نموذجا لطائرة يمكنها الإقلاع والهبوط بإيحاء من قبطانها، أطلق عليها اسم برين فلايت. وتكللت جهود علماء من جامعتي برلين وميونخ التقنيتين العاملين في مشروع علمي يموله الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى ابتكار هذا النموذج، والذي هو عبارة عن جهاز يربط بواسطة أقطاب كهربائية إلى رأس القبطان. وقد شارك في الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز 7 أشخاص، أحدهم لا علاقة له بمجال الطيران وقيادة الطائرات، حيث تمكنوا من الإقلاع افتراضيا ومن ثم الهبوط بنجاح، مع العلم بأن بعضهم فعل ذلك في ظروف انخفاض الرؤية. مهمة العلماء حاليا تكمن في إنشاء منظومة سيطرة تسمح للشخص الاعتيادي من دون إعداد خاص قيادة الطائرات، ولم يحدد العلماء الذين ابتكروا هذه الطائرة موعد عرض ابتكارهم للملأ. إذا مشاهدينا نتحدث يعني عن هذا البحث أو هذا الاختراع الخاص بمجال الطيران، يعني هذه الطائرة الألمانية القادرة على الإقلاع والهبوط فقط من خلال أفكار القبطان أو إيحاء معين من القبطان يتم إرساله لهذه الطائرة، وبناء على هذه الإيحاءات يتم الإقلاع والهبوط. ما أعرف إذا ممكن أنا أسلم روحي لقبطان يعني صحيح. يتحكم فينا من خلال أفكار. طيب يمكن شلل هذا التفكير، زعلان مضارب مع حد. أيوة عليك نور. فلا فبالتأكيد أكيد راح تخضع مثل هذه الطائرة للمزيد من يعني الدراسات والبحوث صحيح. فيما يخص يعني مجال التحكم عن طريق الإيحاءات. صحيح، حتى من يتحكم بمثل هذه الطائرة المفروض يعني يكون مهيئ تهيئ كامل مجهز لمثل هذه الأمور، خصوصا يتحكم بأرواح الناس. ولكن يعني الطائرة اللي سموها بالمخ الطار اسم جميل جدا، وأيضا ممكن في المستقبل نشاهده، ولكن أعتقد أن استخدامها راح يكون بشكل بسيط جدا. الآن الطائرات المتخصصة الطائر أو الطيار بشكل عام يعني يخضع لدراسة مكثفة، ويأخذ شهادات متعددة، عملية تجارب وما لذلك من مساعد، وينتقل إلى طيار يعني عمر طويل. بالإضافة إلى ذلك حتى الطائرات الآن مجهزة بعملية الهبوط الاضطراري، وأيضا التحكم عن طريق يعني الأجهزة، يعني أمور متطورة. ومع ذلك نشاهد في بعض الأحيان سقوط بعض الطائرات أو حتى اختفائها. لكن الأشخاص هذه الأمور محمد اللي يخافون من موضوع يعني الحوادث الطيران أو سقوط بعض الطائرات وتعرضها لحوادث، دائما نحن نذكر ونقول أن يعني الطائرة هي من أكثر وسائل النقل أمانا. هي حتى صحيح. أكثر أمانا من السيارات. صحيح. يعني الشخص معرض لحوادث وهو يعني راكب في السيارة أكثر بكثير من لما صحيح. يكون في الجو، فبالتالي ما في داعي للخوف. لكن انت خوفتهم خلاص انتهى الموضوع يعني. لا ما حد يخاف، بالعكس في ناس متعودة على السفر وتحب السفر حتى صحيح. في يعني في كثير من الأحيان فقط تغيير الجو ركوب الطائرة. مشاهدين الكرام ننتقل لخبر آخر بعنوان شاحن سحري يجعل الهاتف وكأنه محلق في الهواء. بعض الهواتف الذكية يكون حجمها كبير لدرجة تجعل من الصعوبة أن تحملها بين يديك لوقت طويل، فضلاً عن أن هذا عملياً لا يتناسب. لهذا فكر المخترع جون ستيسل في حل مثالي يمكنك من تفقد هاتفك الذكي طوال الوقت من دون أن تشغل يديك به، مع الإبقاء عليه مرفوعاً في مستوى عينيك. لم يكتفي ستيسل بتوفير حامل للهواتف الذكية، بل حل واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه مستخدميه، وهو حاجته باستمرار إلى الشحن، مما يجعله يدمج بين الشاحن والحامل في إكسسوار واحد. فبينما يتم تثبيت الهاتف الذكي في مستوى النظر، يتم شحن الهاتف. وحسب موقع مشابه للتقنية، فإن دمج الشاحن والحامل في إكسسوار واحد يجعل الهاتف يبدو وكأنه يحلق في الهواء، مما يمنحه شكلا سحريا. هذا الحامل المشاهدين الكرام نفس ما نشوفه من خلال يعني الشاشة،
طبعا الفكره ممكن تكون موجوده اعتقد رشا في السيارات بشكل عام، حتى في كثير من الاحيان عند الوقوف واستخدام مثل هذه الامور، في هذه الحوامل الان موجوده للاجهزه اللوحيه من خلال القراءه، لكن ليس بهذه يعني الطريقه، عمليه الطريقة انها محموله كانها وفيها في شحن، وفيها شحن. نعم. يعني هذه احنا المشكله اعتقد اللي نواجهها في الهواتف هي عمليه الشحن وايضا نفاذ البطاريه بسرعه سريعه، خصوصا الاجهزه الذكيه، وايضا اللي تكون البطاريه ملتصقه بالهاتف بشكل كبير مثل الأجهزة اللوحية الجديدة، حتى عملية تعطل البطارية يعني مشكلة، المفروض تروح صحيح للشركة وعملية تغيير الهاتف بشكل كبير. لكن مثل هذه الاختراعات ممكن تخدم الجميع، خصوصا عملية التوصيل مع يعني الشاحن. نعم، إذا مشاهدينا من الموبايلات ومن الشاحن، خلونا ننتقل لخبر آخر، وهذا الخبر يهم كل الأشخاص الراغبين بتخفيض أوزانهم. الخبر يقول كوب من الزبادي كامل الدسم يوميا هو دواء الرشاقة. كشفت دراسة حديثة بأن المواظبة على تناول كوب من الزبادي كامل الدسم يوميا يحافظ على رشاقة الجسم، لا سيما إذا رافقتها حمية البحر الأبيض المتوسط. ووفق الدراسة واسعة النطاق التي أجراها الباحث ميغل مارتبيز ونشرتها صحيفة الديلي ميل، فإن الأطعمة كاملة الدسم تحمي من زيادة الوزن. وأجريت الدراسة على 8500 رجل امرأة إسبان ذوي قوام رشيق ولمدة 7 سنوات، حيث تبين أن تناول الزبادي كامل الدسم يوميا يقلل العرضة لزيادة الوزن بنسبة 19%، بينما الاكتفاء بتناوله مرة أو مرتين أسبوعيا يساعد على زيادة الوزن. ويفسر هذا العالم قوله بأن الأشخاص الذين يتناولون الزبادي بانتظام يكون هو بمثابة الحلوى بالنسبة لهم، أما الآخرين الذين يتناولون الحلويات بنسبة أكبر. أما التفسير الثاني فاحتواء الزبادي على بعض الكائنات الحية الدقيقة والمفيدة والتي تشكل نوعا من البكتيريا النافعة التي تمنع دخول الجراثيم والبكتيريا الضارة داخل الأمعاء. إذن مشاهدينا، هذا الخبر اللي يتحدث عن اللبن أو الزبادي كامل الدسم، اللي نعرفه دائما للأشخاص اللي يعني حابين أنهم يعني يتبعون حمية غذائية معينة أو ينقصوا من أوزانهم، دائما يروحون للمنتجات اللي هي قليلة الدسم، يعني اللي نعرف أنها هي لابد أنها تساعدنا على إنقاص الوزن. لكن هذه الدراسة تقول بأن كوب من الزبادي كامل الدسم يوميا هو دواء للرشاقة مثل ما تم وصفه في الخبر، وتم أكيد يعني ذكر هذه الأسباب. اللي عجبني في الدراسة أن هذه الدراسة استمرت لمدة 7 سنوات، يعني 7 سنوات خصصوا هؤلاء العلماء يعني هذه المدة لدراسة هذا الموضوع، وهو الزبادي أو اللبن كامل الدسم وتأثيره على الأوزان. ذكر أن التناول لابد أن يكون يوميا، إذا ما الشخص تناول هذا اللبن يومين في الأسبوع أو 3 أيام ما رح يحصل على النتيجة المرجوة وهي المحافظة أو إنقاص الوزن، لكن رح يحصل على نتيجة عكسية. صحيح. هل تحس أن يعني الدراسة منطقية نوعا ما فيما يخص يعني أن كامل الدسم ويوميا؟ ممكن، ولكن في فترات متقطعة، يعني المفروض عملية شرب مثل هذه الأمور تكون في الصباح الباكر أو حتى الظهر، دائما إذا كانت متأخرة فعملية زيادة الوزن طبيعية بشكل كبير. يعني نحن حتى عملية يعني الحمية اللي المفروض الواحد يتبعها بشكل كبير، عندما تذهب إلى دكتور يعطيك جدول متخصص، أعتقد لو اتبعته شهر ولا شهرين راح تتركه بشكل كبير، لأن في إنقاص من المكملات الغذائية اللي تاكلها بشكل كبير، وأيضا نظام غذائي جديد غير متعود عليه. نقطة كان يعني يقولونها كثير من يعني المتخصصين في وضع مثل هذه البرامج الغذائية، يقول لك كل الصبح أي شيء والظهر أي شيء، فقط خف العشاء وراح تمشي طبيعي، وراح أيضا يخف وزنك ولكن بطريقة بسيطة. مثل هذه الأمور، شرب يعني حليب أو الزبادي بشكل بكامل الدسم فترة الصباح تكون أفضل، وأيضا راح تعوض الجسم من المكملات الغذائية راح تنقص خصوصا في فترة العشاء. أنا بوجه تحية لزميلة من الزميلات، أنا تفاجأت والله في الاستوديو أن ما شاهدت زميلتي يعني خولة الله يعطيها الصحة والعافية المصورة معانا ماسكة الجيمي جيب، يعني خولة من المصورات المحترفات في مؤسسة شارقة الإعلام، يمكن ما كملت سنة في المؤسسة ولكن اليوم ما شاء الله ماسكة الجيمي جيب. عملية يعني مسك الجيمي جيب وهذا الجهاز في التصوير محتاجة شخص متمكن سنوات من الخبرة، واليوم نشوفها ما شاء الله تحتاج وزن معين خبرة، حتى ليس فقط الحبرة، التحكم
التحكم في الكاميرا بشكل كبير، عملية البان والتل وما إلى ذلك والزوم، فيعطيها العافية. والله أنا تفاجأت اليوم في الخبر، فنوجه لها تحية، وهذا دليل على المثابرة والحرص والنجاح. صحيح. اللي وصلت له خولة، ويعطيها الصحة والعافية. طيب مشاهدين الكرام، نذهب لفاصل، بعد الفاصل مستمر معاكم في صباح الشارقة. طيب وين نروح محمد؟ تويتر. طيب نروح لتويتر، تروح لتويتر. طيب نروح لتويتر مشاهدينا الكرام. طيب تويتر لهذا محمد اليوم، محمد اليوم كان يدور على يعني صفحة على تويتر، ما أعرف كل التغريدات اللي يعني قراها قبل البرنامج كانت هجوم للنساء. لا أنا قلت، أنا أمس تكلمت عن موضوع صح رائد، قلت بكمل حقائق الرجال والمرأة. ممكن كانت شوي قاسية عن المرأة، كان زميلتك اليوم محضر لي مفاجأة. تفضل محمد. طيب مشاهدين الكرام، نقرأ والتغريدة معاكم. هي قاسية نوعا ما عن المرأة هذه التغريدات، ولكن قد تكون حقائق صحيحة، بما أن هذه الصفحة موثوقة وموجودة في التويتر، والناس ايضا تتواصل معها، فايضا الحقائق محمد ذات ما صحيحه. طيب مشاهدينا الكرام، تقول التغريده الاولى: المراه تستيقظ من نومها عده مرات اكثر من الرجل. هذه صحيحه. صحيح، وين المعلومه القاسيه في الموضوع؟ لا صحيحه. صح؟ صحيح. لا انا نازل بس اعطيك البدايه. طيب صحيح صح؟ تمهيد. أوكي. بما ان اكدت، اذا المعلومات اللي بعدها تكون صحيحه. يقول لك ان حاسه اللمس عند المراه اكثر واقوى من حاسه اللمس عند الرجل. طيب. صحيحه. صحيحه. طيب صحيحه. ايضا يقول او تقول التغريده: المراه تنجذب. يعني بقوة. هاي التغريده الاولى، هاي التغريده الثانيه مش متصله. لا 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 مش متصله. تابعي الشاشه يا رشا. طيب المراه تنجذب بقوه للمذاق الحلو، بينما ينجذب الرجل للمذاق الثقيل. صحيح، كل واحد وذوقه والله. طيب ايضا من التغريدات اكيد الجنس الناعم بيروح للمذاق الحلو. طيب من التغريدات الاخرى مشاهدين الكرام، تقول هذه التغريده: المراه بحاجه لان تعرف رجلا واحدا حتى تفهم كل الرجال، في حين ان الرجل قد يعرف كل النساء ولا يقوى على فهم اي منهن. ما اعرف يعني، هذه نفس ما يقول محمد ثناء صحيحة 100%. في وحدة محمد جميلة حين بقراها إن شاء الله تحت، يقول لك أيضا من حقائق الرجل الأصلع غالبا ما يتميز بالقوة والتأثير الأكبر على من حولهم، وهو أجدر بالثقة مقارنة بذوي الشعر. ونوجه تحية للأستاذ مصطفى ضابة. طيب مشاهدينا الكرام، أيضا تقول التغريدة الأخرى: أكدت دراسات أن المرأة أكثر هدوءا وصبرا وقدرة على الانتظار، لذلك هي أقدر على مقاومة الأمراض من الرجل وتعيش عمرا أطول منه. الله يمد الله يمد بأعمار أمهاتنا. طبعا هي أكثر صبرا. صحيح. هذا أكيد. لذلك يعني مهمة الحمل والولادة وتربية الأطفال أكيد يعني وكلت للمرأة. طيب. لأن المرأة أقوى بكثير من الرجل. الرجل بس يرشح 4 أيام في اللفلت. والله ما طيب. يتحرك. راد ما تقول شيء، راد ليش ساكت اليوم؟ طيب صحيح؟ أيضا اسمع هالتغريدة راد، يقول لك: في المتوسط تستهلك المرأة في حياتها 2 كيلو 700 جرام من أحمر الشفاح. غلط، أكثر. طيب. أكثر؟ أكثر. طيب هذه التغريدة أيضا جميلة، يقول لك: في رأس المرأة فكرتان، أنها تريد كل شيء ولا تعمل أي شيء. صحيح؟ لا غلط طبعا، أكيد لا. صح؟ لا غلط. أو لا تعمل أي شيء. صحيح؟ طيب في النهاية لا غلط. طيب أنا ضد هاي التغريدة. طيب رائد، تعتمد على الشخصية يعني. ناخذ. طيب ناخذ. استمر محمد. طيب يقول لك: تضحك المرأة متى تمكنت، ولكنها تبكي متى أرادت. لا غلط. ليش الغلط؟ لأن الدموع تعبير عن مشاعر. الحين طبعا أكيد في فئة، في نساء ما شاء الله عليهم ممثلات يعني بشكل فظيع على طول. طيب نعيد التغريدة، يقول لك: تضحك المرأة متى تمكنت ولكنها تبكي متى أرادت. لا غلط. طيب هنالك حقيقة يجهله الرجل عن نفسه، وهي أنه يقع في الحب أسرع من المرأة، لأنه مخلوق بصري. صح؟ صح. صحيح؟ بس يمكن ما يعترف بسرعة، بس فعلا هو مخلوق بصري. محمد توافق هالرأي؟ نسر. طيب رائد شو رأيك في التغريدة؟ سكان يسوي سكان. طيب يلا. طيب رائد رقد عاد، هذه جميلة، هذه ممكن آخر واحدة اليوم نختم فيها هذه الفقرة. تقول لك: يا محمد، الرجال تفهمهم النساء، ولكن النساء لا يفهمهم إلا النساء. شو؟
لا صح. يعني صحيح. على فكرة في كتاب اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. صحيح. يعني يقولون إن كل جنس من كوكب، فبالتالي صحيح. يعني في إلا ما يكون. هذا الكتاب أكثر من 400 صفحة حتى قرأته. نعم من أكثر جداً. الكتب يعني مبيعاً، فبالتالي صحيح. صحيح. إلا يعني في اختلافات وفي فروقات ما بين الجنسين، لكن الذكي هو الإنسان القادر على أن يعني يصل إلى شو حل وسط. حلو التبرير رشا، لكن الحقيقة وصلت. طيب في وقت ولا خلاص؟ أنت من المريخ عادي أصلاً ما راح تفهم هالكلام. وحدة عجبتني. طيب محمد يقول إذا عندك وحدة في وحدة. طيب تقول هذه التغريدة: الرجل يفكر ثم يقرر والمرأة تقرر ثم تفكر. صحيح، لأنها عاطفية. أنا عندي مبرر حق كل شيء. صحيح المرأة عاطفية. طيب. لكن الرجل عقلاني طبيعة طيب. الحياة ذكرني علشان شي كانت العصمة في يد الرجل. خصوصا حتى في بعض المناصب يعني لا تعطى المرأة منها. صحيح. يعني في صحيح. نظام يعني خصوصا المحاماة وحتى القاضي. أنا قلتها في حلقات سابقة وأقولها، أنا ضد المساواة بين المرأة والرجل. ليش؟ ضد. يزعلون عليك؟ لا ليش يزعلون؟ طيب أعتقد أن الحلقة هذه لو انعرضت راح يكون في لك معارضي. طيب ننتقل لتويتر أو حدث يلا. في مثل هذا اليوم تفضلي رشا. إذا مشاهدينا ننتقل لفقرة حدث في مثل هذا اليوم، واللي من خلالها نستعرض أحداث عالمية وافق تاريخ اليوم لكن في سنوات مختلفة. نبدأ مع أول حدث وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1800، ظهور لقاح الجدري في أمريكا الشمالية لأول مرة. وفي نفس اليوم من العام 1875، ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر جراهام بيل. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1896، غوليلمو ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع. وفي العام 1953، تتويج الملكة إليزابيث الثانية رسميا ملكة على العرش البريطاني، وكانت تبلغ من العمر 25 عاما. وأيضا في مثل هذا اليوم من العام 1966، مركبة الفضاء الأمريكية سيرفيور 1 تهبط على سطح القمر. يا محمد يعني تم تتويجها ملكة كان عمرها 25 سنة. صحيح. بس يعني الملكة إليزابيث أيضا من بعض المشاهير في العالم، من عاصروا كأس العالم 19 مرة، وهذه من الحلقات اللي ذكرت يعني خصوصا قبل بداية كأس العالم في البرازيل. مشاهدين الكرام اللي راح نستمتع فيه الآن، نروح لفاصل أساس محمد ما يزال علينا. مشاهدين الكرام فاصل وبعد نتواصل. حياكم الله مشاهدينا من جديد ومستمرين معاكم في صباح الشارقة. مشاهدينا، مشاكل صحية يعاني منها الغالبية العظمى من الرجال والنساء بالرغم من اختلاف أعمارهم وأوزانهم وأنماط حياتهم، فحين تظهر أمراض العمود الفقري وتزداد المشكلة تدريجيا وتسبب أذى جسدي ونفسي. حتى نتعرف أكثر عن هذه الأمراض ومسبباتها وشو هي العوامل اللي تساهم على ظهورها، معنا اليوم في الاستوديو الدكتور أحمد لبيب، استشاري جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى السعودي الألماني. حياك الله معانا دكتور أحمد وصباح الخير. صباح النور يا فندم. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور أحمد. طبعا أنا متعبة قبل وإحنا في الفاصل أسأل عن العمود الفقري والغضاريف يعني الأعصاب الموجودة فيه. طيب دكتور خلنا نتكلم عن يعني أمراض العمود الفقري بشكل عام، كيف ممكن أن تحدث، أيضا أهمية هذا العمود الفقري دائما ليحمل جسم الإنسان، وأيضا أي خلل أو أي تحرك في الغضروف الذي قد يسبب آلام ممكن تكون جسيمة لأي شخص. هو جزء كبير قوي من ممارسة أي استشاري عظام في عيادته بتبقى لآلام أسفل الظهر بشكل حيز كبير قوي في المجتمعات عموما على مستوى العالم. في تقارير بتصل إلى أن أكثر من 60% من سكان الكرة الأرضية في وقت ما بيعانوا من مشاكل أسفل الظهر. حلو. مشاكل أسفل الظهر بتتراوح ما بين ألم في العضلات بسيطة من إجهاد أو تعب، بتصل إلى أقصاها في الآخر الحالات اللي هي فيها انزلاق غضروفي وضغط على العصب وتؤدي إلى فقدان المجتمع لكثير من الموارد البشرية والمالية. صحيح. صحيح. وبالتالي الوقاية خير من العلاج والتطرق. صحيح. إلى الموضوع ده. صحيح. الفقرات
بتتكون فوق بعضها من العظام وبينها الغضروف أو الديسك اللي هو نواة 80% منها مية. تشتغل طول النهار زي الهيدروليك بامب علشان نقدر نقوم ونقف وتمتص الصدمات وتساعد في الفقرات القطنية على الحركة يمين ويسار. سبحان الله كده. حلو. ودي ليها جزء خلفي زي الحلقة كده داخلها النخاع أو الحبل الشوكي. جميل. اللي بيطلع منه الأعصاب من وراء الغضروف والفقرات، كل عصب رايح لمكان. حلو. طيب بتبتدي المشاكل بحاجات بسيطة قوي، بآلام في الظهر نتيجة عاداتنا الصحية السيئة. أيوة، احنا نتكلم عن المسببات يعني بالتفصيل. ونبدأها مثل ما ذكرت بموضوع يمكن الوضعيات الخاطئة اللي ممكن الإنسان يستهين فيها، لكن مع الممارسة اليومية ويوم عن يوم قد يعني تؤدي لمشاكل كبيرة. نتحدث بالتفصيل عن مسببات الآلام العمود الفقري أو الظهر. هي جزء كبير قوي من الآلام اللي بنشوفها في العمود الفقري في العيادات دلوقتي نتيجة العادات الصحية الخاطئة. جميل. وأقل عددا هي المشاكل بقى الحقيقية الكبيرة نتيجة الانزلاق الغضروفي أو اعوجاج في الفقرات. القعدة في المكتب فترات طويلة بصورة خاطئة، القعدة على الكمبيوتر واللابتوب، في استخدام الحاجات دي في السرير قبل النوم في وضعيات غلط. بالذات مع حتى من ولادنا دلوقتي في سن 16 و17 بالضبط كده. اكزاكتلي. هو قاعد طول اليوم على الأرض وماسك التليفون منحني. صحيح. تمام. مفيش رياضة، مفيش أكل صحي، جونك فود، مع السمنة وقلة الحركة، كل العوامل دي بتؤدي إلى آلام في أسفل الظهر. نعم. طيب خليني أسألك سؤال. العمر له دور، يعني أنا شاهدت كثير من التقارير تتحدث عن انحناء العمود الفقري خصوصا بعد سن 40 عند أي إنسان. هل هذه المعلومة صحيحة؟ بالإضافة لذلك، هل من الممكن يكون المجهود البدني اللي ممكن يكون مكثف بشكل كبير، حمل الأوزان، السرعة ممكن في عملية عدم الإحماء في كثير من الأحيان، هل تسبب آلام أو بعض الأضرار العمود الفقري؟ هو في نوعين من الانحناءات في العمود الفقري. في النوع اللي هو الانحناءات الخلقية نتيجة وجود اعوجاجات في العمود الفقري، ودي نسبة قليلة وحلولها بتتراوح من الولادة بالضبط كده، أو بتبتدي تبان حتى عند سن البلوغ من سن 12 لسن 18. تمام. وبيخش جزء منها العادات الصحية الغلط، الشنطة التقيلة على كتف واحد، الوقفة مع موجين، الكعب العالي في السن الصغير ده ومشاكله على الفقرات. تمام. حتى والله في العمر الكبير حتى في العمر الكبير دي مشكلة كبيرة جدا. فبحاول أقول للناس إن بالذات الكعب العالي ده it's okay لو في مناسبة، لو هنروح نقعد في مكان ونرجع منه للعربية. إنما ما يبقاش أبدا ماشيين نلف بيه ساعتين ثلاثة في المول أو في السوبر ماركت، ده غلط خالص. صحيح. لأنه بيغير كل الميكانيكس بتاعة الجسم وبيقلل المشاكل في الغضروف. في الانحناءات بقى مع كبر السن اللي تبتدي تحصل نتيجة الهشاشة، وده جزء كبير من المشاكل اللي بنشوفها في العمود الفقري خاصة في السيدات بعد انقطاع الدورة. لازم سنويا يحللوا فيتامين دي، لأن ريسنتلي لقينا 80% من سكان الخليج عندهم نقص فيتامين د بالرغم من توافر الشمس. نعم. عايشين بلاد ولكن الشمس، ولكن احنا اندورز طول الوقت. تمام. وصعب قوي ان احنا. صحيح. كل يوم نص ساعه والايدين والرجلين اكسبوز. هو في الاكل قليل قوي، موجود في السلمون والتونه والكبده البقري والمشروم، وده قليل قوي في سكتنا. صحيح. فلازم يبقى سبلمنت في الحليب، لازم يبقى غذائنا صحي فيه السلطات الخضار الفاكهه. لازم نحافظ على وزننا، لازم قليل من الرياضه. لان هو فولس فانكشن، يعني الرياضه بتحفز الخلايا بتاعه الجسم ان هي تنمو وتتجدد وتتشد، ولكن لازم قعدتنا تبقى صح. في المبالغة فيها، المبالغة في الرياضة، لا الرياضة البسيطة اللي هي تخلي جسمنا فعلا نشط، التريد ميل فترة بسيطة، المشي نص ساعة ل 40 دقيقة. تمام. طيب الناس اللي ما يحبون التريد ميل ممكن انه يمشون عادي في الهواء او المشي العادي؟ تمام، ممتاز لو الجو يسمح بده، وهو بيسمح بده حوالي 8 شهور في السنة. صحيح. مور ذان انف. تمام. ان احنا ننزل نمشي عادي، انما مش لازم جيم واوزان، ده بالعكس ده بيؤدي لمشاكل اكتر يعني. طيب خلينا نتكلم عن يعني وضعية النوم. في وضعيات معينة ياخذها الشخص وقت النوم، طبعا تختلف من شخص لآخر، في وضعيات تكون غريبة يعني وخلاص وتكون مرافقة للشخص منذ الصغر. عملية وضعيات النوم بالإضافة لنوعية الفراش اللي ينام عليه الشخص. هو الفراش اللي ينام عليه الشخص مش لازم يبقى فراش طبي ابدا ولا حاجه، ما حدش قال كده، انما بالظبط كده، انما ما تبقاش الفراش اللي هو المريح قوي اللي هو جسمك ينزل فيه ويبقى معوج طول الوقت، لازم يبقى فيه ليتل، يبقى متماسك شويه. تمام. يبقى ماسك جسمك. النوم على الجنب والرجل متنيه شويه، او النوم على الظهر، انما وضعيات النوم على البطن والايد معوجه كده تحت المخده، او نصنا على ظهر السرير وكتفنا فوق المخده. الحين دكتور هو ينام طبيعي بس بعد ساعه ساعتين يرجع مره ثانيه للوضعيه. لا، هو وضعية النوم دي مش هنقدر نتحكم. صحيح. فيها. صحيح. إنما نقدر نتحكم في قعدتنا في المكتب. القعدة وإحنا مزحلقين ورجلينا مربعة طول الوقت، أو مواطيين منحنيين. بشوف جزء كبير قوي من مشاكل أسفل الظهر في الناس اللي بيشتغلوا في الاي تي أو على الكمبيوتر ساعات طويلة متواصل. حلو. لازم أتليست كل ساعتين يوم يسترتش نفسه دقيقة واحدة.
حلو. وبعدين يرجع تاني. جميل. لازم يحافظ على قعديته مستقيمة. على ركبته في وضعية 90 درجة ما يبقاش صاحبها. لازم يحافظ على وزنه. صحيح. طيب. مشكلة الوزن متزايدة جدا وبتؤدي الكثير من المشاكل في الظهر وفي الركبة. طيب. دكتور، أكثر الأمراض انتشارا اللي ممكن يعاني منها مش يعني في الخليج ولكن في العالم بشكل عام بالنسبة للعظام والمفاصل هم حاجتين: خشونة الفقرات والانزلاقات الغضروفية في أسفل الظهر اللي بتحصل نتيجة ضعف الفقرات مع الإهمال في الوضعيات الصحة والإهمال في الغذاء الطبيعي. نعم. وفجأة يشيل حاجة غلط فيحصل له انزلاق غضروفي. حلو. ومشاكل الخشونة في الركبتين أو في المفاصل، وتليهم مشاكل الهشاشة في الستات. طيب خليني نسألك سؤال، مع هذه الأشياء اللي نشوفها قد تكون في بعض المرات المشاكل التي تكون في العمود الفقري عن طريق حادث، عن طريق سقوط وما إلى ذلك، عملية العلاج في مثل هذه الأمور كيف هي؟ هي دي الحقيقة بتبقى مشكلة محددة وواضحة المعالم، وعلاجها ليه بروتوكول واضح. بالنسبة للفقرة احنا بنشوف الفقرة دي ثابتة بعد الحادث، هل أصابها الكسر وما زالت ثابتة، في بروتوكولات وتقسيمات معينة. لو مش ثابتة بيتعمل لها العملية والتثبيت تمام، سواء بتوسعة على النخاع الشوكي لو كان أصابه ضرر أو لا، ودي حالات قليلة وواضحة العلاج. إنما المشكلة بتيجي في حالات الانزلاقات الغضروفية، لأن هي دي علاجها متنوع جدا. صحيح. لازم المريض يقيم مرة واثنين، مش كل عين عنده انزلاق غضروفي. صحيح. محتاج عملية. يعني في إذن يعني وسائل عديدة يتم من خلالها التشخيص وأيضا العلاج، خاصة مع التقدم الكبير اللي نشوف الحين في مجال الطب. وبالتالي اي عيان فعلا يبقى عنده ألم في الظهر ويبتدي يلاقي ان الألم ده مستمر مش مستجيب للراحة والحاجات البسيطة، لازم يتوجه للاستشاري المتخصص. ما يستهين يعني في هذا الألم. دكتور، انا عندي سؤال، يعني دائما نختم في يعني هذه الفقرة بما ان الوقت انتهى، اللجوء دائما لعمليات الديسك يعني بشكل كبير، دكتور ينصحك على طول تسوي العملية، ودكتور آخر يقولك لا، علاج طبيعي تدريجي. تمام. يقال أيضا في عمليات الديسك بعد العملية لا يرجع الإنسان طبيعي كما كان. لا يرجع كما كان في حال عمل العملية بدون اللجوء إلى البروتوكول المحدد لمتى يحتاج المريض ده العملية، والبروتوكول واضح وثابت. إذا كان في ضغط على العصب والمريض لم يستجيب إلى العلاج والعلاج التحفظي لمدة تزيد عن 6 أشهر ومؤثر على رجله أكتر من ظهره، ففي كرايتيريا معينة، والغضروف الانزلاق الغضروفي اللي هو بوسترولاتر رايح على جنب رجع لورا ورايح على جنب، ضغط على العصب ومؤثر على المريض وغير مستجيب، ده بيستريح جدا بعد العملية. صحيح. إنما يعني عنده مجرد تحرك بسيط في الديسك وبيشكي من وجع في ظهره يروح ويجي تعمل له يعني عمليه بالتاكيد ما بيستريحش، يعني هي الحل الاخير. طبعا. طيب اخر سؤال، الاشخاص يعني دائما نشوف هذه الظاهره اللي يمكن الاشخاص ما اعرف شو اسمها، فرقعه الاصابع او هذا الصوت اللي يطلع. في اشخاص يطبقون مثل هذه الحركه على الظهر، يعني يحركون الظهر يمين ويسار ويطلع هذا الصوت، ومن بعدها يحسون براحه. والحركه دي غلط خالص الحقيقه. محمد ثناء غلط خالص. دي غلط خالص لان هو انت بتعرض المفاصل الصغيره اللي هي مبطنها لغضروف لروتيشنال ستريس ما هيش مصممه انها تتعرض ليه. احنا الحركه الطبيعيه ان احنا الانحناء وبالجنب. صحيح. انما مش المفروض ان احنا نمسكها نفضل نعمل فيها. صحيح. الله يسامحك يا محمد. يعني سمعت يا محمد؟ ارحم ظهرك يا محمد. طيب ارحم ظهرك. كل الشكر للدكتور احمد لبيب استشاري جراحه العظام والمفاصل بالمستشفى السعودي الالماني، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. شكرا لك. اذا مشاهدينا مستمرين معاكم في صباح الشارقه، فاصل بعد الفاصل نكمل ونواصل فقراتنا، خليكم معنا. حياكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمر معاكم في صباح الشارقة. يعني موضوع فقرة اليوم من أهم المواضيع اللي نتحدث عنها في برنامج صباح الشارقة، خصوصا بما يخص التدخين بشكل كبير. في الأسبوع الماضي يعني تحدثنا عن موضوع التدخين وأضراره بشكل عام، وأيضا بعض الإحصائيات التي ذكرت والأضرار يعني التي تسببها مثل هذه يعني الأشياء التي يستخدمها يعني الإنسان بشكل كبير. ولكن يعني اليوم نتحدث لنقطة أخرى وننتقل لنقطة أخرى، عملية يعني الشيشة واستخدام الشيشة بكثرة خصوصا في المنازل وانتشارها في بعض يعني المجتمعات بكثرة خصوصا مع وجود الأطفال. ناس تقول أن ممكن هذه الشيشة أقل ضررا من التدخين، والاثنين كما هو معروف حرام ويؤدي إلى ضرر كثيرة خصوصا لهذا الشخص ولأسرته وللمجتمع. نتكلم اليوم مشاهدينا الكرام عن الشيشة وأضرارها مع الدكتورة جزلة فضة أخصائية الصحة العامة. صباح الخير دكتورة وحياك الله. حياك الله معنا دكتورة. خلينا نتحدث بداية عن أصل الشيشة أو النرجيلة كما تسمى.
هلا بداية مثل ما قلنا أول شيء رح نحكي عن الشيشة شو أصلها، بعدين رح نحكي عن تصحيح الأخطاء اللي بيقولوا الشيشة أقل ضررا. صحيح. الشيشة أصلها اخترع طبيب من أصل فارسي بالهند. طورعت في الهند. طبيب اسمه حكيم عبد الفتح، اخترع هذا الطبيب لأنه كان بيعتقد أنه بده يخفف أضرار التدخين، كان شائع بهذيك الفترة. هي الفترة كانت من 4 قرون، خلينا نكون دقيقين، 4 قرون، هي الفترة المغولية من عام 1565 لعام 1605. فبهالفترة هاي هذا الطبيب حاول أنه يخترع شيء يخفف من أضرار التدخين، كونه أنه في ماء، يعني أدخل الماء لقله. الشيشة بعدين انتقلت، لذلك هلا في نظريتين، ناس بتقول انه الشيشة اصلها هندي، ناس فارسي. هو المخترع اصل فارسي لكن اخترعت في الهند. بعدين انتقلت لبلاد فارس وانتقلت لشبه الجزيرة العربية. نتيجة كان في تجارة بين شبه الجزيرة العربية وبين الهند، ثقافات فانتقلت كمان. بس هو طبيب، هو طبيب اللي اخترع. طبيب. الهدف انه يخترع او يصل لاختراع كان بيظن انه ممكن يكون اقل ضررا. بعدين انتقلت من شبه الجزيره العربيه، بعدين وقت الدوله العثمانيه هي اللي حكمت عده قرون، انتشرت الظاهره بشكل كتير كبير بين السلاطين وسحر الشرق، وانتقلت بعدين لاوروبا ولامريكا كمان نتيجه العلاقات القويه اللي فيها. صحيح. وطبعا هي للتسميات، خلينا نقول بس هيك على السريع تسمياتها. هي بالاساس هي كانت تسمى الجوزي لانه هي كانت عباره عن جوزه هند ينحط بقلبها مي، وهي بدال هلا قاروره المي. الشيشه هي معناتها المرطبان الزجاجي يلي هو عباره اللي تطورت بعدين. المرطبان الزجاجي مثل ما شفنا هو بالفارسي معناته الشيشه، يعني الشيشه بالفارسي معناتها المرطبان الزجاجي. والنرجيل هو معناته جوزة الهند. اها جميل. وفي بعد وفي نحن النرجيل بالفارسي باللغه الفارسيه جوزة الهند. نعم. والشيشه باللغه الفارسيه كمان المرتمع. نشوفها مع بعض. بعدين نحن تطورت بقى صارت تقول ارجيله في سوريا خلص يعني تختلف تختلف حسب اللهجه. طيب ايضا كنا نشاهد يعني التدخين في كثير من الافلام، حتى الرسوم المتحركه الخاصه بال يعني الهنود الحمر. هي من 4 قرون. ايضا عمليه المراسلات اللي كانت تستخدم من خلال يعني بعض الدخان. صح. المتصاعد. طيب استاذ خلينا نتكلم عن اذا قارنا الان بين الشيشه والسجارة، ايهما اكثر خطرا وتاثيرا على صحه الانسان؟ طبعا هلا اول شيء خلينا نصحح الاعتقاد اللي بيقول انه الشيشه اقل ضررا. نعم. هلا الشيشه جلسه شيشه ساعه عم يصير فيها تنفيخ حوالي 200 نفخه، اوكي؟ حلو. اما السيجاره عم يصير فيها مده 5 دقائق 20 نفخه. حلو. تمام؟ هال 200 نفخه عم يحرروا 90,000 ملي لتر من الدخان. اما بالنسبه للخمس دقائق او العشرين عم تحرر 500 ل 600 ملي لتر من الدخان. معناتها الدخان اللي عم يطلع. صحيح. هو 100 ل 200 ضعف اكثر. تمام. هلا راس معسل واحد هو يحوي تقريبا كانه 25 سيجاره من النيكوتين و10 سيجاره من القطران. حلو. تمام. حتى انه التدخين بشكل عام، جلسه التدخين ساعه هي كانه عم تتلقي سموم، هي كانك عم تتناولي 100 ل 200 سيجاره. تمام. طيب هلا نحن خلينا بقى نشرح ليش، شو السبب، شو الشيء اللي بيفرق الشيشه اللي بيفرقها عن السجائر. جميل. وخاصه في اللي يقولون انه فيها ماء. اها هي المي على فكره المي اللي بتزيد الخطوره. رح يعني مي فواكه يقول لك معسل ماء. تمام. خلينا نحكي يضيفولها للناس ويحطوا لها فواكه لكن على نكهات مختلفه. خلينا نحكي تمام شلون بقى شو تاثير هالشغلات اللي نحن لمعه براقه بالنسبه للشباب او اللي مدخنين الشيشه. الفرق بين الشيشه وبين السجائر في عنا التبغ نفسه واضرار التبغ حكينا عنها الاسبوع الماضي. في عنا المعسل وفي عنا الفحم وفي عنا المي. تمام. طيب هلا المعسل شو هو المعسل؟ المعسل هو عباره عن طبق خالص اصلا، يعني مضاف اليه نشاره خشب، مضاف اليه الكولاس الملاس او العسل الاسود، مضاف اليه قصب السكر المفروم، مضاف اليه النكهات اللي هي مثل ما عم تقول على الدراء وعلى التفاح وعلى السوبيريز وكل النكهات. مضاف اليه احيانا فواكه متعفنه، مضاف اليه متعفنه طبعا فواكه. جميل. متعفنه، ومضاف اليه الجليسرين. هلا هي كلها بتوضع مع بعضها بتتخمر فبتؤدي الى سموم فطريه سامه. وين بتروح السموم الفطريه؟ على الكبد والكلى، بتتراكم فبتؤدي الى سرطان الكبد والكلى، وقد ثبت ذلك. حتى موضوع الجليسرين اللي بحطوه للمعسل مشان يضل فتره طويله، هذا حرقه اذا احترق الجليسرين كمان بيطرق ماده اسمها الاكرولين، هي الماده بتسبب سرطان المثانه. هلا السكر
حرق السكر، السكر اذا احترق ما بده ينتج عنه مواد، هي بتاثر على الشفه وتؤدي الى تقرحات بالشفه وعلى المدى الطويل تؤدي الى سرطان الشفه. الفواكه المتعفنه هي ممكن تتحول لكحول إيثيلي وكحول ميثيلي وهكذا تكون اثارها تسبب اسكار خفيف. طيب ونشارة الخشب اللي تكلمت عنها؟ هي نشارة الخشب بقول يعني تخيل خشب هي مشان تمسك بس طيب. هلا هي بالنسبه للاثر، الاثر المعسل اثر الفحم كمان هذا اضافه، اضافه للسي او اللي عم ينتقل من الطبخ، في عندك الفحم اللي عم يحترق هذا لحاله عم يزيد نسبه السي او 20-30 ضعف من النسبه اللي عم ناخذها من السجائر، وهو اللي عم شفنا شو مضاره وقت يفوت على الدم وبياخذ محل الاكسجين و بيحرم الدم من لا بس انا صراحه يبني في الموضوع اكثر شيء موضوع الفواكه المتعفنه. يعني يمكن اللي يشم ريحه المعسل لانه هي مضافه يتخيل انه ايوه هي المضافات الكيماويه لحالها يعني تكون الريحه رائعه جدا وحلوه، بس مثل ما ذكرتي انه عبارة عن فواكه حتى المواد متعفنة الكيماوية اللي بتعطيك الرائحة الزاكية وبتعطيك الطعم، هيدي كلها مواد كيماوية كمان غير صحية يعني. طيب اذا أنا آسف عندي سؤال بس مهم جدا. طيب ما حكينا عن المي اللي المي كثير ضروري. خلي الدكتور طيب خلاص خليني بس أحكي لكم عن المي لأنه يعني نحاول نصحح فعلا المفهوم الخاطئ. المي بيعتقد البعض إنه هي ممتاز، هي بتخفف الأثر. المي بالعكس بتزيد. ليش؟ لأنه المي أول شيء عم تيار الدخان اللي عم تطلع فهي عم تعمل رطوبة، فعم يكون مكان مناسب لنمو البكتيريا والفيروس والفطريات. وهذا اللي عم يسبب انتقال من الأمراض الإنسانية مثل السل، التهاب الكبد والإنفلونزا. المي شو عم تعمل كمان؟ عم تبرد الدخان اللي عم يصل للرئة، فعم تخلي كل هالدخان عم يكون امتصاصه أكثر بالرئة. كمان المي في نظرية اسمها المي وقت الدخان بعد ما ياخذ يشفط الهواء ويحرق الفحم ويحترق الطبق ويطلع الدخان. الدخان المي الموجودة بالقارورة هاي تشبع بالمواد الكيماوية، وأصلا حسب نظرية تشبع جزيئات الماء ما بيصل الدخان للمدخن إذا ما تشبع جزيئات الماء فيه، فكل المواد موجودة بالمي كلها بتطلع وتصل إلى رئتين المدخن وصحتين. اي والله صحتين. مواد كيماويه ومواد طيب طيب راح نشوف احنا هذا التقرير مشاهدينا وراح نرجع ونكمل حديثنا مع الدكتوره جزلة. خلونا نشوف هذا التقرير ونكمل. إن زيادة الضرائب على التبغ هو محور تركيز اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لهذا العام، فزيادة الضرائب على التبغ تجلب الإيرادات للحكومة وللبرامج الصحية وتقلل زيادة الضرائب على التبغ من استخدام منتجاته، بل أن زيادة الضرائب على التبغ تعني مجتمعات تتمتع بصحة أوفر واقتصاد يتمتع بعافية أكثر، فهو سياسة سليمة تؤتي تأثيرا قويا. فإقليم شرق المتوسط يحتل الموقع الثاني بين أدنى متوسطات أسعار السجائر، إذ يمكن الحصول على علبة سجائر في بعض بلدان الإقليم بأقل من دولار أمريكي واحد، وقد آن الأوان للعمل على تغيير هذا الوضع. إن زيادة الضرائب على التبغ التزام قانوني دولي نصت عليه بوضوح كل من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وإعلان الأمم المتحدة السياسي بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وهو وسيلة لمساعدة البلدان على التخفيف من عبء الأمراض غير السارية ذات الصلة بالتبغ مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري. وتظهر البيانات بوضوح أن زيادة الضرائب تؤتي ثمارها. حياكم مشاهدينا الكرام، شاهدنا هذا التقرير يعني المفصل بشكل نحن اتفقنا على فكره ان عندي صاحي محمد انا كلمني رائد حسبت بعدنا ما ردينا نفاصل. طيب مشاهدينا طيب. رجعنا لكم من جديد ومستمرين معكم. محمد عنده سؤال وايد 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 مهم. طيب سؤالي لازم اقوله قبل لا تنتهي الفقره. طيب الان يعني احنا ممكن نتكلم عن الاضرار لكن بتكلم عن هذا السلوك الخاطئ اللي نشوفه اليوم، ام تدخن امام ابنائها في المنزل والاب والحياه حلوه ومجتمعهم جميل جدا وعايشين حياتهم، بالعكس الاب يطلب من ابنه عدل لي راس الشيشه وهات لي شيشه وتعال نجلس في البلكونه وامور كثيره.
هذا السلوك الخاطئ اللي دخل علينا كيف ممكن نحله وكيف ممكن تأثيره يصل إلى الناس وكيف ممكن يعني نعطيهم نصيحة أن يخففون من هذه الأمور حتى ينهونها بشكل كبير. طبعاً نحن الوفيات اللي ذكرناها الحلقة الماضية على 6 مليون وفاة عم تصير بسبب التدخين، 5 مليون منها هن المدخنين نفسهم، وأكثر من 600 ألف هن المدخنين السلبيين. معناتها المدخنين السلبيين عم يتعرضوا لنفس الأضرار نفس صحيح. الأضرار ونفس الأمراض. طبعاً الأم أو الأهل وقت عم يدخنوا بجانب أطفالهم، على فكرة في دراسة بتقول إنه الوفيات حتى إذا الأم بتدخن الزوج بتدخن، الوفيات اللي عم تكون بسبب تدخين السلبي هي 47% منها نساء و30% منها أطفال. وعلى فكرة وللأسف 50% من أطفال العالم عم يتعرضوا للتدخين السلبي و40% منهم هن من أهالي بتدخن. طبعا نحن لازم نكون القدوة والمثل ونقلع عن هذه العادة السيئة. والشيشة التدخين اللي انتشر بشكل كتير واسع بالمقاهي بهالفترة هاي، لازم نحاول انه الشباب يشغلوا اوقاتهم بشيء اكثر فائدة وفعلا يعوا تماما انه هي ليست اقل ضررا ابدا من التدخين بل اكثر، لانه هي صعيمة عم نحطها بجوبنا لكن الفترة عم تكون اكبر. وسحب هذا الشيشة الالكترونية كمان غير صحية لانه السوائل فيها مجهولة التركيب. لابد ان ننوه ان كان 30 من شهر 31 من مايو كان هو اليوم العالمي للتوقف عن التدخين. احنا اكيد نشر كل الجهود اللي تقوم فيها دولة الامارات صح. والجهود الدولية بهدف يعني التوقف أو يعني إيقاف هذه الظاهرة الضارة بكافة أشكالها. كل الشكر للدكتورة جزلة فضة أخصائية الصحة العامة، نشكرك على وجودك وعلى كل المعلومات القيمة والمفيدة اللي قدمتها لنا. شكرا لك. مشاهدينا مستمرين معكم في صباح الشارقة، فاصل بعد الفاصل نكمل فقراتنا، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، مستمرين معكم في صباح الشارقة. مشاهدينا، يعاني كثيرا من الناس من حالة الملل بسبب الروتين اليومي، وخاصة بين فئة الشباب والشابات، والجميع يبحث عن طريقة تمكنهم من كسر الملل والخروج عن العادات اليومية المتكررة. حتى نتحدث أكثر عن كيفية كسر الملل معنا اليوم الأستاذ علي الحمودي، مدرب تنمية بشرية. صباح الخير أستاذ علي، وحياك الله معنا في صباح الشارقة. صباح الخير أستاذ. صباح. طيب أستاذي، خلينا نوضح للمشاهدين الفرق بين الملل والروتين، يعني هل هم بنفس المعنى؟ كثير من الناس تخلط بين هالمصطلحين، وحتى في حياته دائما اللي عنده روتين يقول لك أنا ملان، واللي ملان نقول له لأن عندك روتين لازم تغير روتينك. فنوضح هذا أو هالكلمة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وصباح مشاهدين قناة الشارقة الفضائية. حقيقة اختيار موفق لهذا الموضوع، الروتين والملل. الملل في اللغة مللت ومللت منه، بمعنى تمل الشيء أو سئمت منه. والملل هي حالة نفسية يعني أو شعور نفسي للإنسان بعدم الاستقرار، وشعور بعدم الرضا عن النفس، وشعور بالضيق، وبعض الأحيان الاكتئاب، يصل إلى مرحلة الاكتئاب. نتيجة الملل هو نتيجة للروتين اليومي للحياة. الروتين هو مرادف للعادة والنمطية، يعني السلوك المتكرر، الأعمال والأفعال تقوم فيها بشكل متكرر بشكل يومي بدون تجديد بدون تغيير. هذه العادات والسلوكيات اللي تقوم فيها تصل في النهاية إلى يعني نمط لحياتك، وبالتالي تصل إلى مرحلة من مراحل اللي يعني يصاب فيها الإنسان بالملل من الأفعال والسلوكيات اللي يقوم فيها بشكل متكررة. نعم. طيب هل طرق يعني كسر الملل تختلف ما بين الرجال والنساء ولا دائما تكون متشابهة لحد ما؟ حقيقة كسر الملل سواء للرجل أو المرأة بالتحرر من الروتين اليومي، بالتجديد، بالتغيير، بالأفعال والأعمال والسلوكيات اللي تقوم فيها بشكل مستمر. نعم. يكون في نمط جديد لحياتك. مثلا المرأة اللي لا تعمل مثلا في البيت و مثلا تنشغل دائما في أعمال البيت ويصبح يعني حياتها فيها كثير من الروتين، ممكن تجدد في نمط الحياة في كل شيء،
حتى مسألة أجدد في طريقة الطبخ، الأكل، أثاث البيت، تغيير البيت، توزيع الأثاث في البيت، الخروج، حضور ورش، دورات، أمسيات، زيارة أصدقاء جدد، سفر. أو السفر. طبعا لا شك أن السفر يعني يغير يعني كثير من كل الحياة، تغير في السفر. صحيح. نعم، لكن حقيقة يعني من أفضل الطرق لي يعني كسر الملل ممارسة الرياضة. حلو. يعني ممارسة الرياضة، يعني دراسات تثبت أن ممارسة الرياضة يعني ممكن رياضة المشي تساعد على صفاء الذهن، تجعل الإنسان في حالة نشيطة، نفسية مريحة، بالإضافة إلى الفوائد الصحية. نعم. وكذلك المواظبة على العبادات وخصوصا جميل. الصلاة. جميل. لأنها تشعر الإنسان بالسعادة. صحيح. والرضا وانشراح في الصدر وتنشيط. ونعم، فهذه الأمور كلها تساعد على كسر. صحيح. الروتين والملل اليومي للإنسان. صحيح. كما يقول يعني صلي أساس تشرج البطارية. صحيح. طيب سادي، خلينا نتكلم عن الروتين اللي ممكن يكون مرات في العمل. يعني الآن أنت مكلف بوظيفة معينة ويوميا تحاول أن تنجزها من خلال مثلا قضاء بعض المعاملات، يعني التواصل المباشر من خلال استقبال المكالمات وما لذلك، أو حتى إرسال يعني الرسائل البريدية. كيف الواحد ممكن يكسر روتينه في هالفترة، يعني 6 ساعات أو 7 ساعات؟ روتين العمل، حتى يعني تكسر روتين لازم تحب الوظيفة. جميل. يعني هناك مقولة أن الشخص اللي يعمل بلا رغبة فلن يستمر. صحيح. صحيح. والشخص اللي يعمل بلا مهارة وقدرة فلن يبدع. والشخص اللي يفقد هذه العنصرين، الرغبة والقدرة، فلن ينتج في الوظيفة. جميل. لذلك حتى يعني تبدع في وظيفتك، حتى تشعر في التجديد، يحتاج أنك تكتسب مهارات جديدة، قدرات تساعدك على أداء وظيفتك. مهارة إدارة الذات هي أساس إدارة الوقت. إدارة ذاتي، كيف استطيع أن أدير ذاتي، اللي راح ينعكس بصورة مباشرة على أدائي لتوزيع وقتي، أدائي للعمل، إبداعي في الوظيفة. لذلك حب الوظيفة هي أساس الإبداع. لما أبدع في يعني حب العمل اللي أقوم فيه، أكيد في النهاية راح يجعلني أتعمق وأبحث وأقرأ فيه، وبالتالي أكيد في النهاية بإذن الله راح أبدع فيه. طيب أستاذ علي، يعني نكون واقعيين، مو بكل الأشخاص اللي يشتغلون راضين تمام الرضا عن الوظائف اللي يشغلونها. صحيح. ولا كل الأشخاص اللي يشتغلون حابين الوظيفة اللي هم فيها. في بعض الأشخاص أخذين يعني ماخذين من هذه الوظيفة كمحطة مؤقتة لممكن وظيفة يحلمون فيها في المستقبل. في هذه المرحلة، إذا أنا مثلا أشغل وظيفة أنا مو مرتاحة في هالوظيفة أو ما أحب هذه الوظيفة، كيف ممكن إني أنا أتغلب على هذا الموضوع؟ هو حتى لو ما كنت تحب الوظيفة، في النهاية عليك التزام وظيفي. عليك مهام وواجبات، يتعين أنك تحاول قدر الإمكان أنك تأديها بصورة اللي ترضي أول شيء نفسك عن أدائك لهذا العمل، وبالتالي تحاول أنك تطور كذلك من قدراتك، تحاول أن تبحث عن الأمور اللي تساعدك على أنك تنجح في عملك في وظيفتك. فراح يتجدد عندك. أكيد لا شك أن هذا الشيء راح يساعد على أنك تحب الوظيفة إذا حققت نجاحات فيها. صحيح. طيب في هذه الفترة فصل الصيف، يعني راح تكون المدارس متوقفة في الفترة القادمة. الآن ممكن نوجه نصيحة للأم والأب في عملية استغلال أوقات أبنائهم، كيف ممكن يستغلونه، كيف ممكن يعني يحاولون يستفيدون من هذه الفترة في كسر روتين الطفل. الآن راح يكثر السهر. صحيح. تكثر يعني الألعاب الإلكترونية بشكل كبير، وحتى مشاهدة التلفاز. يعني التخطيط للإجازة الصيفية مهم، يعني انك كيف تخطط للاجازه الصيفيه حتى تستفيد من يعني استغلال اوقات الفراغ الكبيره. مثل ما ذكرت، اذا ما استغليته باشياء مفيده وايجابيه ممكن ينعكس على يعني سلوكيات الابناء، السهر لساعات متاخره، النوم ساعات طويله، وبالتالي عدم استفاده من الوقت. كثير من البرامج اللي تساعد على استغلال الاجازه الصيفيه، يعني دائما ابحث عن الاشياء اللي تنمي مهاراتهم، تنمي قدراتهم، إدخالهم في البرامج اللي سواء لتحفيظ القرآن الكريم، دورات تنمية للغة والمهارات الشخصية، التركيز على الأشياء اللي يحبونها الأطفال. يعني بعد عام يعني دراسي طويل، يحتاج يعني الأطفال أطلعهم شوية من جو الدراسة، أدخلهم في ممارسة هواياتهم يحبونها. صحيح. صحيح. ركوب الخيل، السباحة. صحيح. بعض الأشياء. وكذلك لا ننسى مسألة الترفيه، مهمة.
يعني إذا كان الشخص يستطيع أنه يسافر مع ابنائه فأكيد يعني من الأمور اللي تغير في الروتين وتساعد على يعني أن الأب يكون متواجد مع ابنائه بشكل مستمر. صحيح. السفر، الخروج في المنتزهات، الشواطئ، يعني إدخالهم في البرامج سواء الرياضيه او الانشطه، يعني ما شاء الله الدوله صحيح. تركز يعني نعم خلال فتره نعم. الصيف كثير من البرامج تقوم فيها صحيح. الدوله لاستغلال اوقات صحيح. يعني الشباب، لذلك البرامج الصيفيه ممكن اني ادخلهم في البرامج اللي تعود عليهم بالنفع. يعني يمكن نحن ركزنا خلال الحديث على موضوع السفر واهميته في كسر الروتين وكسر الملل، لكن لابد ان ايضا نركز على نقطه ان الاشخاص الغير قادرين على السفر بامكان جميل. يعني يمكن تنميه موضوع حب الاستكشاف، خاصه نحن يعني بدوله الامارات عندنا عدد كبير من المعالم والاماكن اللي ممكن نزورها، ويكون نوع من انواع يعني التغيير وكسر الملل والروتين. كل الشكر والتقدير للاستاذ علي الحمودي مدرب التنمية البشرية، يعطيك ألف عافية وشكرا لوجودك معنا. شكرا اليوم. شكرا. يعطيك العافية. إذن مشاهدين الكرام، الله يبعدنا عن الملل، ولكن الروتين موجود في حياتنا بشكل كبير، ولكن عملية التجديد تختلف من شخص صحيح. لآخر. شكرا على المتابعة، وإن شاء الله نلقاكم بكل ما هو جديد في برنامجنا صباح الشارجة في حلقاتنا القادمة. شكرا على المتابعة ونلقاكم غدا. حلو في صباح الشارجة يا محمد أنه ما في روتين، كل يوم عندنا فقرات جديدة، فقرات منوعة. تابعونا إن شاء الله مشاهدينا في حلقة الغد مع لقاء جديد يجمعنا وإياكم في تمام الساعة 10. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا رشا مطر وتحيات زميلي محمد الفرجاوي، في أمان الله.